التأمين، وثائق التأمين أو بوليسة التأمين لازم تكون يعني بشكل مدروس وبشكل صحيح، وشنو شنو النقاط اللي راح تغطيها البوليسة هذه. يعني الآن إذا أرجع لنقطة ذكرها الأخ علي بشارة في الحديث عن بعض الأتاكرز، يشوفون شنو بوليسة التأمين اللي عندك ويقول لك إنه مثلا أنت عندك 6 مليون دولار ادفعها لي أحسن لك. الآن تنبهت شركات التأمين لهذه النقطة وبدأت ما تغطي بعض الأمور في البوليسة التأمين، من ضمنها مثلا الرانسوم وير أو اختراقات الفدية. هذه مسألة مهمة أيضا، تحدي بالنسبة لي أنا كمختص في أمن المعلومات. طيب أنا ما أقدر أنطي ضمانة أو أوفر ضمانة كافية لأي جهة، لا للجهات الحكومية ولا مثلا للإدارة عندي، أنه أنا محصن 100% ولن يتم اختراقي. كيف انا اقول لك هالكلام؟ ببساطه، شركات كبرى مثل مايكروسوفت، مثل فيسبوك، مثل لينكد ان تتعرض للاختراق وخدماتها فيها ثغرات. يعني فانا كيف يعني اضمن هذه المساله اذا التقنيات اللي انا استخدمها من الشركات الكبرى فيها ثغرات امنيه؟ فما في ضمانه 100% اقدر انا اوفرها او اعطيها لاي جهه، ان كانت حكوميه او اداريه او مثلا تنظيميه مثل البنك المركزي، واقول انه لا يمكن ان انا اتعرض للاختراق، انا 100% محصن. ممكن انه انا احاول احسن من وضعي من ناحيه دراسه الهجمات اللي حوالي، من ناحيه التخطيط المسبق للتعامل مع الاختراقات او الهجمات اذا حصلت ولا بد تحصل. يعني كيف انا مثلا احاول اتلافى الامباكت او اتلافى الدامج اللي ممكن اواجهه انا كمؤسسه او كجهه باقل قدر ممكن. يعني اطلع لازم اطلع باقل قدر ممكن من الخسائر.